بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا متابعينا، معكم أنا الدكتور محمد غزال من الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا. ضمن مساق أساسيات تصميم الواجهات سيكون لدينا درس في التفكير التصميمي Design Thinking. جميعنا يعلم أن التفكير التصميمي له علاقات في مجالات مختلفة ومتنوعة، منها العمران، منها التصميم، منها حتى التربية والتجارة وكثير من التطبيقات التي استخدمت هذا Design Thinking كطريقة للتفكير الإبداعي للخروج بأفضل الحلول لعلاج مشاكل الجماهير ولعلاج مشاكل الأعمال. طيب، إحنا اليوم هنتكلم في التفكير التصميمي تحديداً مع تجربة المستخدم اللي هي أساس لبناء اليوزر انترفيس وواجهات التطبيقات ومواقع الإنترنت. نتكلم التفكير التصميمي كتعريف بسيط عن هذا الموضوع. هو عبارة عن منهجية التصميم، يعني نتكلم عن طريقة عمل إحنا مشينا فيها، فبنمشي فيها خطوات، خطوة أولى ثانية ثالثة رابعة، في كل خطوة لديها مجموعة من الأدوات. إحنا بنمسك هذه الأدوات، بنبدأ فيها من حاجة المستخدم وفهمنا للمستخدم وطبيعة المشكلة اللي بيعاني منها المستخدم، انتهاء بتقديم الحلول الإبداعية. هنمر في هذه الطريقة في مجموعة من المراحل سنتعرف عليها في هذا الستايل. أولاً، إحنا بنتكلم تفكير تصميمي عبارة عن منهجية، يعني في عندي خطوات بتبدأ من التعاطف وتنتقل على التعريف، ومن ثم خلق الأفكار وتقديم التصميم الأولي والاختبار. طيب، فيما يخص موضوع التعاطف، طالما أنا ذاهب لأن أنا أقدم تصميم، هذا التصميم يوزابل أو قابل للاستخدام وسهولته كبيرة جدا لطرف المستخدم، إذن يجب أن أتعرف على المستخدم تعرف عميق ودقيق. طيب، لما تكلمنا في موضوع التعاطف، يجب أنه إحنا فعلا نجلس مع هذا الطرف اللي هو الفئات المستهدفة، نجلس جلوس كبير ومتنوع، منها نتقابل معه، منها نتقمص أدوار معينة معه، منها نسأل في استفسارات، منها استبانات أو استطلاعات آراء، أو أن نراقب مراقبة ذاتية ومراقبة يومية، منها نقرأ الديري اللي هو الأشياء اليوميات الخاصة في إيش في هذا اليوزرز. فأصبح يجب أن نجلس مع هذا اليوزر ونتعاطف معه حتى نصل من خلاله إلى التعرف عليه، التعرف على تفضيلاته، على احتياجاته، على المشاكل التي يعاني منها، ومن ثم تكون هنا البداية. إذا أحسننا التعرف على المستخدمين، فأننا سنتعرف على احتياجاتهم، سنتعرف على من هم وماذا يريدون وما هي أهدافهم، وهنا سيكون لدينا مجموعة من الأدوات التي سنستخدمها في مبدأ التعارف، منها البيرسونا. أنا بتكلم جالس إنه أمامي مجموعة من المستخدمين، يجب إني أجمعهم في شخص ما، هذا الشخص يكون هو الشخص المثالي الذي يعبر عن كل فئة من هذه الفئات المستهدفة من الناس الذين اجتمعنا معهم وتعرفنا عليهم وتعاطفنا واستمعنا إليهم. من ذلك سننتقل إلى مرحلة خلق الأفكار، نتكلم عن brainstorming، نتكلم عن العصف الذهني اللي بده يكون عندي موجود ما بيني وبين هؤلاء المستخدمين وغيرهم. العصف الذهني يا جماعة هو عبارة عن تجميع كمية كبيرة من الأفكار التي تكون هي عبارة عن نوال الحلول. أنا عندي مشكلة موجودة، تعرفت على عملائي، تعرفت على احتياجات عملائي اللي أنا جاي أخدمهم من خلال تطبيقي، بأجمع هؤلاء وغيرهم. ما شرط إني أروح لموضوع من الكواليتي آيديز، لا، ما بدي أنا أفكار ذات جودة عالية، لا، أنا ببحث عن أفكار، أعداد من الأفكار، وربما فكرة تنتين ثلاثة يخرج منها هذه إيش مقترح لحل. إذا أنا خرجت من مجموع الأفكار اللي أنا قدمتها إلى اقتراحات حلول، فأنا بتقدم إني يجب أن أقدم تصميم أولي ليوصف هذه الحلول. بتكلم عن 100 فكرة، ممكن أطلع منها 3-4، كل فكرة يجب أن تخرج بتصميم أولي حتى أرجع وأعود أقدمها لمين؟ للجمهور، يتعامل معها الجمهور، ونختبر هذا التصميم الأولي من قبل الجمهور اللي كان هو صاحب هذه المشكلة وصاحب هذا الاحتياج. أصبح أنا بقدم التصميم الأولي لغرض الاختبار،
في عندي نمطين من التفكير الاولي او التصميم الاولي. في عندي نمط لو فايدلتي، يعني بنتكلم اشياء ممكن نرسمها برسم اليد، وفي عندي هاي فايدلتي ممكن احنا نتكلم عن ادوات احنا ممكن نستخدمها. هذه الادوات منها اللي هو بلسميك، او ممكن حتى تصل لموضوع ان نستخدم ادوبي اكس دي حتى نصل لتصميم ابداعي، تصميم جرافيكي. في من الادوات التكنولوجيه اللي بنستخدمها في التصميم الاولي حتى نقدم نموذج اولي ليتفاعل معه الجمهور وليقدم من هذا التصميم الاولي. ندخل الى مرحله الاختبار التي ستكون هي المرحله الاخيره والتي سيختبر فيها الجمهور هل هذا التطبيق وهل هذا التصميم الاولي عكس احتياجاته، عالج مشاكله، قدم له ما هو جديد وما هو ابداعي. احنا هيك بنتكلم قاعدين على المراحل السيكوانشال، يعني بنتكلم مراحل متدفقة حتى نصل من البداية إلى النهاية. هل السؤال الآن، هل التفكير التصميمي هو مراحل متدرجة أو مراحل متسلسلة؟ لا، هو عبارة عن إتريتيف. بنتكلم عن أشياء يجب أن أنا أمشي من البداية إلى النهاية وأعود من نقطة إلى أخرى. لماذا؟ لأنه أنا في مرحلة الاختبار لربما في عندي أنا أشياء ما تعرفتش عليها صح، لأنه في الاختبار ما رغبوا هذا التطبيق، صار في عندي ما فيش سهولة في التطبيق. طيب اليوم أنا قدمت كل هذه المراحل وجدت أنه التطبيق أو اليوزر انترفيس مش قادر المستخدم يتعامل معه، إيش لازم أسوي؟ لازم أرجع للمستخدم وأستخدم من خلاله اليوزر انترفيس أو البروتوتايب حتى أتعرف على احتياجه الحقيقي. وهنا نقطة مهمة جدا، انه احيانا بيكون التصميم الاولي لجمع المتطلبات، يعني مش بس لان انا اقدم نموذج اولي نهائي، لا، يجب انه يكون في عندي مرونة في موضوع التصميم الاولي حتى انه التصميم الاولي يكون في اول مرحلة استخدمه في جمع المعلومات، لانه لربما الجماعة هذولا او الفئات المستهدفة مش عارفة هي ايش اللي بدها، ومش قادرة تتخيل انت ايش اللي بدك اياه. فاليوم أنا بعمل تصميم أولي حتى يبسط على الجمهور الفهم المشترك ما بيني كمصمم أنا أفهم وين أنا رايح في عالم التكنولوجيا، وما بين الجمهور اللي مش عارف أنا وين بدي أخذه على عالم التكنولوجيا. لذلك التصميم الأولي أصبح هنا إيش ممكن أنا أعود فيه حتى أستخدمه في مبدأ إيش التعارف، أو في مبدأ إن أنا أستمع من خلاله إلى آراء الجمهور وأخذ آراء الجمهور. نفس الفكرة ممكن أنا أرجع من التصميم أول لخلق الأفكار وهكذا. فأنا بتكلم قاعد عن اللوبس المختلفة، إن أنا برجع من مرحلة إلى مرحلة وأتقدم من مرحلة إلى مرحلات تتبع لها. هيك إحنا بنكون تقريبا امشينا في كل المراحل، تعرفنا على التصميم التفكيري أو التفكير التصميمي عفوا، وهذا التفكير التصميمي هو عبارة عن المنهجية التي يمكن أن نسير فيها من البداية إلى النهاية لنصل إلى حلولا إبداعية. طيب الآن بدنا نتكلم عن العمليات اللي احنا مشينا فيها. صراحة احنا أول مرحلة مشينا فيها مرحلة التعاطف أو الإنصات، بنتكلم إنه احنا كيف نبحث عن حلول أو نبحث عن حاجات المستخدمين، نبحث عن مشاكل بيعاني منها المستخدمين. فهنا هذه المرحلة لديها مجموعة من الأدوات ممكن نستخدمها حتى نصل إلى فعلا نصل إلى الفهم الحقيقي والجوهري لهؤلاء المستهدفين اللي أنا رايح أقدم لهم حلول. من ثم سننتقل إلى مرحلة التعريف، أن ندون من خلالها الاحتياجات ونتعرف من خلالها على الأشخاص وللمجموعات التي سنقدم لها الحلول. هذه المرحلة مبنية على تلك المرحلة، ومن ثم يجب أن يكون هناك جلسة يكون فيها عصف ذهني نجمع فيها الأفكار. مش شرط تكون الأفكار هذه إبداعية أو تكون أفكار ذات جودة عالية، بمجرد ما أنا أجمع المستخدمين وأجيب الأفكار حتى أخرج بمجموعة كبيرة من هذه الأفكار لأنتقي منها شيء خاص. هذا الشيء الخاص أقدم في تصميم أولي، أقدم في هذه التجربة التي جمعناها في السابق حتى نأخذ هذه التجربة إلى الاختبار لنختبرها ونتعرف هل إحنا وصلنا فعلياً لحاجة المستخدمين، هل إحنا وحققنا مشاكل، حققنا حلول لمشاكل المستخدمين، حققنا رغبات المستخدمين من خلال اختبار التصميم الأولي. وفي كل مرحلة ممكن أن نعود إلى مراحل سابقة. هيك إحنا تقريبا بتكون أخذنا العمليات اللي ممكن نجريها على موضوع التفكير التصميمي. طيب اليوم هذا الكلام كيف انعكاسه على موضوع اليوزر اكسبيرينس ديزاين؟ تعال نشوف، نتكلم عن عملية تصميم تجربة المستخدم. هنا يجب أن نقف وقفة. عملية تصميم تجربة المستخدم
اليوم احنا بنتكلم شركات كبرى لديها عمليات خاصة في تصميم تجربة المستخدم وخاصة فيها، شركة اي بي ام، جوجل، بنتكلم الشركات الكبرى، كل شركة بتبتدع نمط معين او طريقة معينة خاصة فيها، وهذه الطريقة مبنية على اسس، وهذه هي الاسس الرئيسية اللي الجميع بينطلق من خلالها. يعني اليوم انا في عندي بيزكس موجود اللي هو الاساس، هذا الموجود مش شرط كل شركة تلتزم بهذا الأساس بقدر ما إنه هو هذا الأساس اللي يبنى عليه تجربة مستخدم خاصة بالشركة الفلانية أو بالشركة X أو Y، بناء على التجارب اللي بتجريها هذه الشركة بترتقي في تجربة المستخدمين حتى إنها ترتقي في منتجها، ويكون منتجها أكثر يوزابيليتي وأكثر اندماجا مع الجمهور وأكثر نجاحا في هذا المزمار. طيب احنا بنتكلم عن عملية تصميم تجربة المستخدم، هي اربع مراحل اساسية، لو ربطناها مع موضوع التفكير التصميمي سنجدها انها متكافئة مع ايه، مع المراحل السابقة. اول مرحلة بنتكلم عن الاستماع اللي هي فيها ادوات كثيرة جدا، كيف انا اراقب الجمهور، كيف اتعرف على الجمهور، كيف ان ادون ملاحظاتي على الجمهور، كيف اتبع سلوك الجمهور، كيف اسأل الجمهور من خلال استبانات او من خلال استطلاعات اراء. أصبح يجب أن نبدأ من هذه المرحلة اللي هي حتكون المرحلة الأساسية في التعرف والتحليل، اللي حينطلق منها مبدأ التحليل أو عملية التحليل اللي أنا ححلل من خلالها العمليات، وححلل من خلالها المشاكل، وححلل من خلالها بيانات الجمهور، وأطلع بنماذج خاصة بهؤلاء جميعا، ومن ثم سأنتقل إن أنا تحللت الجمهور تبعي، حللت الاحتياجات تبعتي من خلال أدوات تحليل حنتعلمها وحنفهمها جيدا في هذا المساق، سننتقل على مرحلة التصميم، ومنها ستكون تصميم النماذج الأولية اللي حتكون إغراضها إما إن أنا أجمع معلومات إضافية، إما إن أنا أزيل غموض للأشياء اللي أنا رايح أجمعها من جمهوري، وكذلك اللي أستخدمها في موضوع الاختبار، هل إنه إحنا قدمنا نموذج أولي يرتقي لحاجة المستخدمين، هل فعلا المستخدمين حيكونوا سعداء مع هذا الاستخدام؟ إذا كان والله في عندي نسبة أو المعدل تاع اليوزابيليتي عالي جدا، أنا بنتقل من الاختبار إلى التنفيذ، وهكذا أنا بصير بمشي بنتقل من اليوزر إكسبيرينس لمرحلة اليوزر إنترفيس، أو بناء النموذج أو بناء المنتج اللي أنا رايح لأبني من خلال تجربة المستخدم. ولكن هنا يجب أن نقف وقفة، إنه هذه المراحل جميعها حتى نصل إلى تصميم منتج، وهذا المنتج يكون مبني على تجربة المستخدم. أصبح اليوم إحنا بنتكلم مراحل كبيرة جدا، هي عبارة عن عمليات متواصلة، عمليات فيها إتريشن، فيها عودة، وفيها تقدم، وكل هذه العمليات وجدت حتى نخرج بيوزر انترفيس قوي وفعال، ونخرج بمنتج قوي وفعال. بنكتفي بهذا القدر لهذا اليوم، انتظرونا في المحاضرة القادمة سنتحدث فيها عن كل مرحلة من هذه المراحل، ما هي هذه المرحلة بالتفصيل، ما هي أدواتها، ماذا سنخرج في كل مرحلة من هذه المراحل. أتمنى لكم قضاء وقتا سعيدا في هذه المحاضرة، انتظرونا في محاضرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.